بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. صدرت قائمة عام 2020 للشخصيات المسلمة الموسرة الخمس، والتي يتصدرها رئيس الوزراء عمران خان كشخصية السنة، وقد أصدرت هذا القائمة مجلس زي مسلم 500 الأردنية. وتشمل القائمة أسماء العديد من رجال الدين، منهم المفتي محمد تقي الماني وأمير جماعة التبليغ الشيخ نذر الرحمن، والعالم الديني البارز الشيخ طارق جميل، وأعطي لقب سيدة السنة للعدو الكونغرس الأمريكي الفلسطينية راشدة طالب. أعلن وزير الإعلام شبلي فراز عن توصيات حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني حول المشروع المعادل المكتب المحاسبة الوطني ليطلع عليها الشعب. وقد جاءت هذه التغريدة نظرا لمطالبة حزب الرابطة منذ عدد أيام بمن الذي طلب NRO. فقال وزير الإعلام هذا في الوثائق التي تم بموجبها طلب NRO. وأضاف وزير الإعلام إن قيادة حزب الرابطة الإسلامية صيت نون نتحرب دائما من البلاد ومن القانون. صرح مستشار الشؤون الداخلية شهزاد أكبر أن أحسن إقبال قد كذب على الشعب وحاول التضليل الشعب وأداء حزبه في تعديل غسيل الأموال، وأضاف أن التعديل كان بموجب المعيار المقرر من قبل لجنة العمل المالية FATF. صرح رئيس سلطة سيباك الفريق المتقاعد عاصم سليم باجوا أنه يجري العمل على إلحاق الضرر بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني من خلال الدعايات الكاذبة. وحث السيد عاصم سليم باجوا الشعب في تغريدتها أن ليصغي إلى الدعايات الملصقة. رفضت باكستان بيان وزارة الخارجية الهندية حول الإعلان الصادر عن المفاوضات الاستراتيجية الباكستانية الصينية بين وزير خارجية البلدين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حفيظ شودري أن الأضواء الهندي حول كون جموا وكشمير جزء من الأردنية ومن شأنها الداخلية هو أمر يدعو إلى السخرية وعلى نقيض الحقائق القانونية والتاريخية ويتنافي مع قرارات مجلس الأمن الدولي. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.